أنا أول ما يعني عرفت الكورة سنة 53، كان عمري حول 4 سنوات تقريبا. فجانا واحد اسمه أمان عبد الكريم الله يرحمه، فقال إن في الدوحة يلعبون كورة. شلون الكورة؟ قال شيء مدور ويركضون فيه ويسوون وذي. فرحت حق أبوي قلت له يبا أبغي كورة. فرحنا، كانوا أول مكان فاتحين مدرسة في الدوحة كانت عند قسم الداخلي، فتحوا لنا مخزن مدرسة وفيه يمكن 3 أو 4 كور كانت مفشوشة ما فيها هواء، وكان كل كورة معها تيوب، في عندي منها موجود هنا في المتحف. هذه شبيهة بها، شبيه بالكور ذاك اليوم اللي كنا نلعبها. كان هذا هنا تنخيط خياطة فيها تيوب، كنا نعبيها من تاير السيارة، من التاير نجيب عود ونحطه في الأذية ونحطه نسم هواء تاير فيها، لما تتعبى نسكرها ونخيطها ونحطها. هذه أول كورة أخذتها وشتها لعبتها برجلي. هذه كرة قطر، هذه كرة قطر. ما كنت من أحسن اللاعبين ولا من أسوأهم، كنت يعني أقل من النص.